أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، ونبدأها بالعناوين. من موقع التغيير نت، 44 ألف نازح من الساحل الغربي هربا من الموت. موقع يمن مونيتور، الإتاوات ملاذ المسلحين الحوثيين الأخير لجلب المال. وفي أكثر أخبار الصحف العربية قراءة، مريض يعزف الجيتار أثناء عملية جراحية في الدماغ. أهلا بكم. قبل يوم واحد من يوم المرأة العالمي والموافق الثامن من الشهر الحالي، دعت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان عبر موقع الموقع بوست نساء العالم إلى الانخراط أكثر في العمل السياسي، حيث دعت توكل كرمان نساء العالم إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بالعمل السياسي والانخراط أكثر في الأعمال الطوعية. وأوضحت كرمان أنه في حال تبنت النساء أدوات فاعلة في العمل السياسي، فإن ذلك سيدفع نظيراتهن إلى القيام بأعمال مميزة داخل المجتمعات التي يعيشن فيها. وتابعت كرمان قائلة: المرأة ربة منزل، ومسؤولياتها داخل الأسرة تعد أساسا ومنطلقا لمسؤولياتها تجاه الدولة والمجتمع، فعلى المرأة أن تتحمل مسؤولياتها في السياسة وقيادة الدولة، وعليها أن تتحلى بروح القيادة ضمن المجتمع والدولة. ينقل المصدر أونلاين عن تحالف حقوقي تهامة قيام ميليشيا الحوثي بتعذيب 813 مختطفا في السجون والتسبب لهم بإعاقات دائمة. التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان قال إن الحوثيين ارتكبوا 813 حالة تعذيب تعرض لها مختطفون خلال الفترة من ديسمبر 2014 وحتى ديسمبر 2016 في 20 محافظة. وكشف التحالف في أولى فعالياته على هامش الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان إن التعذيب تسبب في فقدان حاستي السمع والبصر لبعض المختطفين، إضافة إلى حالات شلل كلي وفقدان للذاكرة واضطرابات نفسية وعقلية. المدير التنفيذي للمرصد الإعلامي اليمني همدان العلي ذكر أن بعض الأسر تضطر لبيع ممتلكاتها من مبان أو سيارات أو أراض أو مقتنيات ثمينة ليتم توفير المبالغ المطلوبة منها وتسليمها للميليشيا للإفراج عن المختطف. وقال أيضا: الحوثيون يهددون الأمهات بأنهم سيقومون بتعذيب أبنائهن وإعدامهم أو جعلهم دروعا بشرية وأهدافا لقصف الطيران في حال قمنا بالتواصل مع منظمات دولية أو وسائل إعلامية. أما موقع التغيير نت فعنوان 44 ألف نازح من الساحل الغربي هربا من الموت. يقول الموقع في التفاصيل: تستمر عملية نزوح آلاف الأسر من المناطق التي تشهد مواجهات مسلحة على السواحل الغربية لليمن، خصوصا في مديرية المخا التابعة لمحافظة تعز ومناطق ساحلية أخرى، حيث تشير أحدث تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 44 ألف شخص نزحوا من 24 ألف شخص من المخا فقط. وأعلنت منظمة اليونسيف في اليمن أن 34 ألف شخص نزحوا خلال شهر يناير فقط. المتحدث باسم اليونسيف في اليمن محمد الأسعدي قال أن موجات النزوح من جيوب الصراع الساخنة على السواحل الغربية للبلاد دفعت بآلاف الأسر إلى المجهول، حيث يلجأ كثير من هذه الأسر إلى الإقامة بشكل مؤقت مع أقاربهم ومعارفهم، ويتوزع الباقي منهم على تجمعات سكانية مؤقتة في المدن القريبة. عقدة الإمامة من الآثار اليمنية هو عنوان اختاره الكاتب صلاح إسماعيل ليكون عنوانا لمقاله المنشور في موقع المصدر أونلاين، والذي قال في جزء منه: عبر تاريخها الأسود عبثت الإمامة بالتراث والرموز الحضارية والثقافية اليمنية، هدفها في ذلك تدمير الهوية والروح اليمنية الغائرة في التاريخ. تكمن أهمية الآثار في أنها تخبرنا من نحن، حين تربط بين الماضي والحاضر، بين أسلافنا وبيننا. إنها تحمل الخارطة الحضارية لنا مثلما يحمل الحمض النووي الخارطة الجينية للكائن الحي.
عندما يتم تدمير تراث وآثار شعب يكون الهدف تدمير هويته، تدمير هويته بما يجعله بلا مناعة أو حصانة تجاه كل ما هو غريب أو شاذ عنه أو يحاول السيطرة عليه، وهذا ما يفعله الاستعمار أو الأقليات الدخيلة. فأن تكون بلا هوية يسهل عليك أن تتقبل ما هو غريب عنك حتى لو كان يحط من إنسانيتك وحريتك، كأن يكون نظام حكم كهنوتي سلالي. الإمامة والسلالية كحالة دخيلة متطفلة لا تمتنع عن أي محاولة لطمس كل ما يحمل روح اليمن أو يرمز لها من أجل أن تستبدلها بخرافات أو أساطير كهنوتية غريبة تمهد عبرها السيطرة على الحكم وتعطي نفسها الامتيازات على حساب الأغلبية من أبناء البلد، مثل الطفيليات التي تستعمر الجسم تتغذى منه وتفرز فيه السموم. الإيتاوات ملاذ المسلحين الحوثيين الأخير لجلب المال، عنوان موقع يمن مونيتور، والذي قال وأضاف أيضا: لاذ الحوثيون إلى اختراع أساليب في فرض الإيتاوات على التجار وأصحاب المحال بغية سد العجز المالي وتمويل حروبهم العبثية، حيث استحدث الحوثيون نقاط تفتيش على مداخل العاصمة صنعاء لتحويل مبالغ مالية من الشاحنات التي تجلب البضائع من خارجها، رغم أنها دفعت مبالغ جمركية في المنافذ التي عبرت منها. الحوثيون خصصوا مساحات شاسعة في شارع الجزائر وسط صنعاء لاحتجاز الشاحنات التي يرفض سائقوها دفع رسوم إضافية للمسلحين. وقال عدد من التجار في حديث اليمن مونيتور إن الحوثيين يقومون بابتزازهم وحشرهم بين خيارين: إما دفع مبالغ إضافية أو احتجاز شاحناتهم في عملية ابتزاز واضحة هدفها جمع المال بأي طريقة. موقع المشاهد نت نقل عن مصدر محلي بمدينة دمار قوله إن مسلحين حوثيين اقتحموا منازل ثلاث معلمات يعملن في مدرسة بلقيس للبنات وسط المدينة، وقاموا بتهديدهن وتهديد أهاليهن بالاعتقال والسجن. جاء ذلك بعد أن نفذنا وقفة احتجاجية داخل المدرسة للمطالبة برواتبهن. وأضاف بأن الأمر لم ينتهي عند ذلك، بل تعداه إلى أن قيادات حوثية بمكتب التربية اعتدوا على المعلمات الثلاث عند حضورهن للتدريس، وقاموا بسبهن وشتمهن وتهديدهن بالفصل والاعتقال. الحكومة اليمنية تعلن، وبحسب موقع الصحوة نت، عن بدء صرف رواتب القوات المسلحة والأمن في جميع المناطق العسكرية بعد تجاوز كافة الإشكاليات التي أدت إلى تأخر عملية الصرف. المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي أفاد بأن استكمال جميع التجهيزات الخاصة بصرف المرتبات بما في ذلك إيصال المبالغ الخاصة بكل منطقة عسكرية، مرجعا التأخير إلى عملية مراجعة وفحص كشوفات المرتبات من قبل لجان مختصة بعد اكتشاف عدد من الحالات تتضمن بطاقات مزورة وتلاعبا بالرتب العسكرية وتكرارا في الصرف. وأوضح أن عملية المراجعة استكملت بنجاح، وخاصة في المنطقتين العسكريتين الثالثة والرابعة، وتم تنقية الكشوفات من الأخطاء والتجاوزات التي شابتها، مؤكدا أن المراجعة والتصحيح في إطار المؤسسة العسكرية والأمنية وإعادة بنائها على أسس وطنية ومعايير مهنية. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. صحيفة العرب الجديد وتحت عنوان دروب التعليم الوعر في اليمن قالت إن المدارس في ريف اليمن تعاني عددا من المشاكل الكبرى التي تساهم في انحدار مستوى التعليم، وهو ما يؤدي إلى تسرب مدرسي ويهدد مستقبل أجيال هذه المناطق الوعرة التي يجتهد التلاميذ للوصول إلى مدارسها وبعضهم لا يصل أبدا. التلميذة سلسبيل محمد 11 عاما تقطع نحو 5 كيلومترات مشيا على منطقة جبلية وعرة قبل أن تصل إلى مدرستها في ريف محافظة المحويت، وتواظب على ذلك يوميا، فوالدها يحرص على تعليمها بالرغم من مشقة وتكاليف ذلك. أما والد سلسبيل فيقول: ابنتي تصل إلى المدرسة منهكة وجائعة وتحتاج إلى وقت كي ترتاح، لكنها اعتادت ذلك
ويشير إلى أنها بعد العودة من مدرستها تؤدي الفروض المنزلية وتساعد والدها في المنزل أو والدتها في المنزل، بالإضافة إلى مساعدته أحيانا في بعض الأعمال الزراعية. ويضيف العربي الجديد: نعيش على هذه الأرض وقد تكفينا مع صعوبتها، لكن أطفالنا يعانون من بعد المدارس، فالمنازل والقرى متناثرة في الجبال، ومن الصعب إنشاء مدرسة في كل قرية صغيرة، لهذا يجري الاكتفاء ببناء مدرسة واحدة تتوسط بين أكثر من تجمع سكاني. إلى صحيفة الخليج الإماراتية، والتي قالت إن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر التقى بمدينة عدن منسق فريق العقوبات التابع للأمم المتحدة أحمد حميش لتقييم الأضرار التي تسببت فيها الحرب وحجم المعاناة التي يعيشها المدنيون في عموم المحافظات. وكشف حميش أن ميليشيا الحوثي وصالح لم تسمح للفريق بزيارة صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها، مؤكدا أن هذا يعد خرقا للقوانين والاتفاقات الدولية. وفي اللقاء أكد بن دغر أن الحكومة ستقدم الدعم والتسهيلات للفريق ليتمكن من زيادة أو من زيارة مختلف المحافظات للاطلاع عن قرب ومعرفة الحقيقة كما هي، بعيدة عن التضليل والمعلومات المغلوطة التي بلغت فريق التحقيق وذكرت في بعض التقارير السابقة لفريق لجنة العقوبات. أما صحيفة الاتحاد الإماراتية فقد قالت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع نسخة معدلة من مرسومه حول الهجرة الذي علق القضاء تنفيذه بهدف منع مواطني بعض الدول من دخول الولايات المتحدة. وأظهرت وثائق نشرتها وزارة الأمن الداخلي أن العراق شطب من قائمة الدول التي منع رعاياها من دخول الأراضي الأمريكية، مع بقايا إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، علما بأن المرسوم الجديد لا يشمل حملة التأشيرات الصالحة وتراخيص الإقامة بحسب ما أوضحت الحكومة الأمريكية. ويعلق القرار أيضا قبل قبول جميع اللاجئين لمدة 120 يوما، وهو يصبح الأمر الجديد ساريا في 16 من مارس الجاري، ويحل محل أمر كان قد صدر في 27 من يناير الماضي، تسبب في تعليق مسافرين في مطارات في جميع أنحاء العالم واندلاع احتجاجات قبل إلغائه من جانب قاض اتحادي. ما بعد الجامعة مجتمع متناقض، مقال للكاتب والباحث عبد الوهاب المغيرة، والذي نشر مقاله في مدونات الجزيرة فقال فيه: نسعى سعيا حثيثا ونسهر الليالي لنفوز بمقعد في أرقى الجامعات المرموقة في وطننا العربي، ونقضي سنين الدراسة الجامعية ونحن نمني النفس بقائمة من الأحلام نضع ميقاتها بعد التخرج، فنمضي بإصرار أكبر وعزيمة أشد لنتفوق ويتكلل الجهد بالتخرج بأعلى التقديرات، فنكتشف الفاجعة ونعود صفرا في مجتمع الحياة، كأننا نازحون يجري دمجنا في مجتمع غريب يختلف تماما عما درسنا عنه حتى في أخلاقه التي دافعنا عنها وأرهقنا ألسنتنا دفاعا وذودا عن قيمه وحضارته وتراثه. ما إن تضع سنوات الجامعة خلفك حتى تكتشف أنك جندي يحمل سلاحا من العصر الحجري مقابل جيوش تحمل أسلحة فتاكة. ما بين فهم للحياة واحتكاك بها بعد تخرجي وقد مر عليه قرابة العامين، لاقيت أمورا تعارف عليها المجتمع الخارجي وسلم بها: تناقض الآداب وتصارع الأخلاق اختلقها الناس بلا وعي علمي ولا وازع ديني. تعلمنا أن تعامل الأفراد لا بد أن يستند إلى الأخوة وإنكار الذات، ووجدنا بأن تلك المعاني لا يعتبرها المجتمع سوى فلسفة ومزايدة في الحديث. أخذ المريض رونالد باتيستا 40 عاما بالعزف على الجيتار في منتصف عملية جراحية معقدة لإزالة ورم من الدماغ، هذا ما نقلته صحيفة القدس العربي، والتي أضافت: في العام الماضي كان يعاني باتيستا من نوبات مرضية، فذهب مهندس الاتصالات إلى مستشفى محلي في سانتوس وتبين من خلال صور الأشعة أنه يعاني من ورم في الدماغ. قال باتيستا إنهم أخبروه هناك بأن عليه الخضوع لعملية جراحية، وهناك طريقتان: الأولى هي التخدير الكامل أو الاستيقاظ خلال العملية. وتتابع الصحيفة: ولأن الخيار الثاني كان يوفر فرصة أكبر في النجاح قرر اختياره. وهنا جاءت فكرة الطبيب بأن يجعل المريض يعزف الجيتار
خلال العملية. وشرح الطبيب أنها طريقة فاعلة لاكتشاف أي خلل يمكن أن يرتكبه خلال العملية، فإذا لم يستطع أن يعزف الأغنية فهذا سيعطيهم الفرصة لإعادة رسم خريطة المنطقة التي تتحكم بالحركة والكلام والإحساس في دماغه قبل فوات الأوان. مملكة البوتان، الدولة التي لا يعرف شعبها الحزن، هو عنوان لموضوع تناولته صحيفة الإمارات اليوم التي قالت: مملكة بوتان المعروفة ببلاد التنين والرعد من أكثر الدول سرية على وجه الأرض، وقد عرفت هذه الدولة التي يقطنها 750 ألف مواطن بسياستها المبتكرة والمتعلقة بالسعادة المحلية الإجمالية على غرار الناتج المحلي الإجمالي، حيث تشير بأنها أرض يسود فيها الفرح ويمنع دخول الحزن إليها، وذلك بسبب سياستها الحكومية التي تعتمد على قياس مكونات السعادة القومية من خلال مستوى الصحة والتعليم وحيوية المجتمع وحماية الأرض والمحميات الطبيعية، وأيضا من خلال فلسفتها الشعبية القائمة على التفكير في الموت. شعب البوتان الذي يعد من أسعد الشعوب على وجه الأرض دائم التفكير في موضوع الموت، حيث يفكر جميع أفراد المجتمع 5 دقائق على الأقل يوميا في الموت، ويعتقدون أن الخوف من الموت قبل تحقيق الأحلام المنشودة أو رؤية الأبناء يكبرون يوما بعد يوم هو الشيء الذي يؤرق الحياة اليومية للناس ويسبب لهم المتاعب. يتساءل الكاتب مصعب الأحرار في مقال له منشور في مدونات الجزيرة: هل الحوار والثورة متضادان؟ ليعود ويعطينا الإجابة قائلا: في كثير من الأحيان تصبغ المواقف السياسية بصبغة أقرب إلى القدسية، وتتحجر عقول النخب التي تنصب نفسها قائدة للأمة في التفاهم حتى في الموقف السياسي القابل للتعديل والرؤى والنظر. ولكن دعونا ننظر بحالة استجلابية سريعة إلى حالة البشرية منذ فجرها وحتى الآن، واسمحوا لي أن تكون هذه الحالة الاستجلابية للأحداث بنظرة إسلامية. فعند التمعن في التاريخ البشري وحضاراته المتتالية ونماذج الرسل وصداماتهم مع أقوامهم من الجنس البشري، نجد أن كل هذا الصراع يتبلور في هيكلة واحدة لا تحيد ولا تتبدل، وهي أن صراع الخير متمثلا في العدل والقيم الإنسانية والتي من ضمنها الحريات والحقوق، ضد الشر متمثلا في الطغيان والظلم والفساد والاستكبار. هذان الخطان المتضادان في جوهريهما ومنبعيهما لا يلتقيان أبدا في منتصف طريق، بل بينهما صدام وتدافع. وكذلك لو نظرنا إلى هذا الخضم نجد أن فيه كذلك حوارات ومحاورات، ولكن تلك الحوارات والمحاورات لا تقصي في طياتها شرعية النضال من أجل القيم والعدل والوفاء بالمواثيق والعهود. فكثير من النخب السياسية اليوم لا تستوعب هذا التنوع الحتمي، ولا يتسع عقلها لاستيعاب حقيقة أن الصدام نظام محتوم لا مفر منه إن طال زمانه أو قصر. ولذلك تهربت النخب من دورها الحقيقي، وهو إعداد القوة الفكرية والثقافية والمادية كذلك لمجابهة ذلك الطغيان. نشرت القائمة النهائية للصور المرشحة للفوز في مسابقة سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي التي تعلن نتائجها في 20 من أبريل المقبل. المسابقة شهدت تقديم أكثر من 220 ألف صورة، نعرض لكم مجموعة من الصور المحتمل فوزها، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج وشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم في أمان الله.